E السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا رحب فيكم في حلقة جديدة واليوم يوم المغفرة يوم عرفة طبعا إن شاء الله أكيد. نتمنى أن الجميع عتقوا من النار بأمر من الله سبحانه وتعالى لها البركة والحمد إن شاء الله ويتقبل طاعتهم اللهم آمين, أمين, أمين بإذن الرحمن نحن مستمرين معكم في فقرتنا المتنوعة في برنامجكم مساء الإمارات وعبر قناتكم الظفرة خلينا نروح معكم إلى أهم عناويننا إلى حلقة اليوم يوم عرفة مباهات بأهل الأرض أهل السماء ما هي شروط الاضحيه الشرعيه الصحيحه؟ والعيد مناسبه للعفو عن الاخرين والتسامح مع الذات. اذا مشاهدينا هذه كانت عناوين الفقرات، طبعا اما الان مع نشره الاخبار والزميل ايمن مصبح. نشرة الأخبار نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة أهلا بكم بداية تتقدم قناة الظفرة الفضائية بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الكرام وإلى سمو الشيوخ أولياء العهود ونوابهم وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك سائلين الله عز وجل ان يعيد هذه الايام المباركه باليمن والبركه والخير والامن والامان على كل شعوب العالم وفي أول أخبارنا لهذا اليوم حيث بعث صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك الخامس عشر السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئه مماثلتين الى جلاله الملك الخامس عشر السلطان محمد الخامس كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكة مزار بايف رئيس جمهورية أوزبكستان وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس شوكة مزاريف بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الماز بيك أتمبايف رئيس جمهورية قيرغيستان وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة الرئيس المازبيك اتمبايف تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث تلقى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد برقيات تهنئة من كل من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وفخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، وفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة كما تلقى صاحب السمو رئيس الدوله برقيات تهنئه من سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دوله الكويت وصاحب السمو السيد فهد بن محمد ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنه عمان وفخامه مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان العراق ودوله سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهوريه اللبنانيه ودوله الدكتور عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لحكومه جمهوريه افغانستان الاسلاميه الصديقه ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية هنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة داعيا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرفعة والرقي كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات واولياء العهود ونواب الحكام وشعب دوله الامارات بهذه المناسبه المباركه راجيا من الله تعالى ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات كما وهنا سموه بهذه المناسبه المباركه قوات الواجب الاماراتيه خارج الوطن في ميادين الحق والانسانيه داعيا الله تعالى ان يديم لهم العزه والنصر وان يحفظهم سالمين كما هنأ سموه ملوك وقاده الامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى المبارك تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك مع عدد من ملوك وقاده ورؤساء الدول العربيه الشقيقه وذلك في اتصالات هاتفية فقد تبادل سموه التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. ونقل سموه لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله بهذه المناسبه المباركه، معربا سموه لهم عن خالص تهانيه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده. من جانبهم اعرب ملوك وقاده الدول العربيه عن اصدق التهاني والتمنيات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان باسماء ايات التهاني بهذه المناسبه الكريمه والمباركه. هنا سمو الشيخ طحنون بن محمد آل ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل رئيس الدولة حفظه الله وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الامارات بالتقدم والرفعة والرقي كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه واصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات واولياء العهود ونواب الحكام وشعب دوله الامارات بهذه المناسبه المباركه كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد ال نهيان الامتين العربيه والاسلاميه بهذه المناسبه المباركه داعيا العلي القدير ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات. بعث سمو الشيخ هزاع بن زايد ال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي بعث برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه واصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات والى سمو اولياء العهود ونواب الحكام راجيا المولى عز وجل ان يعيده عليهم جميعا باليمن والبركات. وفي شان حجاج بيت الله الحرام استقرت جموع حجاج الدوله على صعيد عرفه وسط تكامل الخدمات والتسهيلات المقدمه من البعثه الرسميه للدوله، واستمع ضيوف الرحمن الى خطبه عرفه وادوا صلاه الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيما تابع حجاج بيت الله الحرام من دوله الامارات خطبه عرفات من خلال الاذاعه الداخليه للمخيم، يذكر ان حجاج دوله الامارات سيكونون في طلائع النافرين من عرفات الى مشعر مزدلفه. عبر قطار المشاعر وكان حجاج بيت الله الحرام قد ادوا اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداءا بالسنة النبوية الشريفة وذكرت وكالة الانباء السعودية واس ان صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه ورئيس لجنه الحج العليا وصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه رئيس لجنه الحج المركزيه تابعا عمليه تصعيد الحجاج الى مشعر عرفات موجهان بتوفير افضل الخدمات لينعم ضيوف الرحمن باداء النسك وهم امنين مطمئنين وأشارت الوكالة إلى أن توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات وكبته متابعة أمنية مباشرة من مختلف القطاعات الأمنية وذلك لتنظيم وصولهم إلى المشعر حسب خطة تصعيد وتفويج الحجيج وإلى جانبهم إرشادهم وتأمينهم بالسلامة اللازمة والتي اوضحت ان رجال الامن والمرور والدفاع المدني والحرس الوطني والكشافه وغيرها من الجهات الحكوميه المسانده انتشروا وبكثافه عبر مواقعهم المعده لتنظيم حركه السير ومساعده ضيوف الرحمن فيما حلقت الطائرات العموديه فوق الطرقات التي يسلكها ضيوف الرحمن لمتابعه رحلتهم الى مشعر عرفات وفق خطه الحركه المروريه والترتيبات المسانده لسلامه الحجاج استبدلت اليوم كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة جريا على العادة السنوية في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، حيث قام منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بثوب جديد، وتصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخالص الذي يتم صبغه باللون الأسود والذي يبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا ويوجد في الثلث الاعلى منه الحزام وعرضه 95 مترا وبطول 47 مترا ومكون من 16 قطعه محاطه بشكل مربع من الزخارف الاسلاميه وتتكون الكسوه من خمس قطع تغطي كل قطعه وجها من اوجه الكعبه المشرفه والقطعه الخامسه هي الستاره التي توضع على باب الكعبه ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات جاهزية مساجد ومصليات العيد على مستوى الإمارات كافة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك وأعدت الهيئة مبكرا مصليات العيد وجاهزيتها بكاملها ما تحتاجه من فرش وغيره وهيئته كاملا لاستقبال المصلين وحددت جميع أسماء المصليات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك على مستوى الدولة منعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني المواطنين من السفر إلى ثلاث دول وهي قطر ومنطقة جراباغ أو الجبلية والجمهورية اللبنانية نظرا للأوضاع السياسية التي تشهدها هذه الدول كما حذرت من السفر الى احد عشر دوله هي الكونغو الديمقراطيه والجمهوريه اليمنيه وجنوب السودان بالاضافه الى جمهوريه افغانستان والصومال واوكرانيا وباكستان وسوريا ونيجيريا والعراق واخيرا ليبيا وذلك حفاظا على امن وسلامه المواطنين وتجنبا لاي خطر قد يحدق بهم في تلك الدول وجددت الوزاره دعوتها للمواطنين الذين يعتزمون السفر او الموجودين حاليا خارج الدوله الى التسجيل في خدمه تواجدي لضمان الاتصال بهم ومعرفه اماكن تواجدهم. وإلى الشأن القطري لم تحصد السياسة القطرية بدبلوماسيتها المهتزة والمهترئة وإعلامها المنافق شيئا يذكر من المكاسب على الرغم من التمويلات الكبيرة وحملات شراء الذمم التي اعتمدتها وكانت النتيجة الحتمية أن فقد نظام الدوحة ما تبقى لهم من مصداقية ويبدو أن الأكاذيب التي اصطنعها وصرف أو صرف من قوة الشعب القطري قد عادت عليه بالوبال وجرفته إلى مصير بائس بعدما انكشف امره فكل دعايه يختلقها الا وتكذبها الايام والوقائع وها قد مرت ثلاثه اشهر على الاختراق المزعوم لوكاله الانباء القطريه وجهت خلالها الدوحه حتى الان اصابع الاتهام الى خمس دول على الرغم من ان الادله لا تزال غير معلنه وذلك على الرغم من اشاره خبراء ادله رقميه منذ فتره الى ان قطر اخفقت في تقديم اي معلومات منهجيه تفيد الى اختراق وكالتها الذي وقع اصلا واشار الخبراء الى التخبط الذي بداته الدوحه بالاستغناء عن فريق مكتب التحقيقات الفدرالي فور علمها ببدء التحقيق وهو الفريق الذي كلفته قطر رسميا في البدايه للتحقيق في الاختراق المزعوم ومما لا شك فيه ان هذا الكشف يمثل سقطه اضافيه للنظام القطري الذي توهم يوما ما انه سيسود المنطقه ولربما العالم ومن الشأن القطري إلى الشأن اليمني حيث بدأت قوات الشرعية والتحالف العربي عمليات معركة تحرير محافظة الحديدة الساحلية بالتقدم نحو منطقة الزهاري أولى مناطق المحافظة من جهة الجنوب في حين دفعت قوات التحالف بتعزيزات عسكرية لجبهة ميدي بالتزامن مع كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على الحدود السعودية فيما يشهد العديد من الجبهات مواجهات عنيفه وفي الوقت الذي لا تزال الاجواء متوتره في صنعاء ومنذره بجوله مواجهات جديده بين الحوثيين وقوات المخلوع صالح حيث قالت مصادر ميدانيه ان مدرعات عسكريه تابعه لقوات التحالف قد وصلت لتعزيز قوات الشرعيه والتحالف في جبهه ميلي مشيره الى انه يجري تطهير جيوب المدينه من قناصه ميليشيات الحوث والمخلوع صالح الانقلابيه وفي الاثناء كسرت القوات السعوديه والمشتركه المرابطه على الحدود اليمنيه السعوديه محاوله تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابيه قباله جازان والحثيرة والخوبه وذكرت مصادر عسكريه ان الميليشيات الانقلابيه حاولت التسلل الى الاراضي السعوديه قباله حدود جازان والحثيرة والخوبه مشيره الى ان القوات السعوديه قد تمكنت من كسر هذه المحاوله بطائرات الاباتشي ومدفعيه الجيش حيث كبدت الميليشيات خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، وأكدت المصادر أنها قتلت 15 من العناصر الانقلابية خلال اليومين الماضيين. إلى الشأن الإنساني حيث وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم بمدينة تريم بوادي حضرموت عددا من الأضاحي لأسر الشهداء والجرحى أضحية لكل أسرة إلى جانب تقديم مبالغ نقدية للمناطق البعيدة كهدايا بدلا عن كوبونات الشراء وذلك ضمن حملة وصية زايد بأهل اليمن والتي تستهدف دعم أسر الشهداء والجرحى في اليمن لإدخال السعادة والفرحة إلى قلوبهم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك كما وزعت اداره المخيم الاماراتي الاردني كسوه العيد على اللاجئين السوريين داخل المخيم التي تتكفل هيئه الهلال الاحمر الاماراتي بها في كل عيد بالاضافه الى كسوه الملابس في فصلي الشتاء والصيف وتم توزيع الكسوه على سكان المخيم كافه والبالغ عددهم نحو سبعه الاف لاجئ باشراف مدير المخيم سعاده مبارك محمد الخييلي الذي شارك بتسليم كسوه العيد لكبار السن في كرافاناتهم وتبادل معهم الحديث واطمان على احوالهم الى الشان الامني حيث نبهت القياده العامه لشرطه ابو ظبي من مخاطر استخدام الالعاب الناريه في اطار حملتها للتوعيه تحت شعار سعادتنا في سلامتكم وفي اطار جهودها لتعزيز الامن والسلامه مؤكده تعزيز الاجراءات الوقائيه واشتراطات السلامه العامه بالتعاون مع المجتمع حفاظا على سلامه الجميع وفي هذا الصدد حث العميد سالم حمود البلوشي مدير اداره الاسلحه والمتفجرات بقطاع شؤون الامن والمنافذ بشرطه ابو ظبي اولياء الامور على مراقبه الابناء وعدم السماح لهم بالحصول على الالعاب الناريه والمفرقعات بالاضافه الى تحذيرهم من مخاطر استخدامها على حياتهم وعلى حياه الاخرين بالاضافه الى توجيههم الى ممارسه الالعاب البديله الامنه وترسيخ مفهوم السلامه العامه لديهم دشن سعاده اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطه راس الخيمه مبادره عيديه والتي تستهدف اسعاد ضباط الصف والافراد والمدنيين العاملين في شرطه راس الخيمه حيث استهدفت مبادره عيديه توزيع مبالغ ماليه نقديه على ضباط الصف والافراد والمدنيين العاملين في شرطه راس الخيمه منها كمساهمه من القياده العامه لشرطه راس الخيمه لمعايده الموظفين واسعادهم وبادخال البهجه والسرور الى نفوسهم من خلال تقديم مبالغ ماليه نقديه تدعم التكاتف وتعزز قيم التعاضد والتازر بين افراد المجتمع الوظيفي وذلك بالتزامن مع مناسبه عيد الاضحى المبارك وإلى مدينة العين حيث سلمت بلدية مدينة العين 162 مسكنا للمواطنين المستحقين بمشروع الشعيبة السكني وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة للأسر الإماراتية وهو ما يؤكد ذلك على حرص القيادة الحكيمة لتهيئة السكن الملائم لكل اسره في بيئه سليمه ومستقره وبمواصفات ترتقي الى المستوى المعيشي الذي ينعم به المواطن الاماراتي وبما ينسجم مع رؤيه صاحب السمو رئيس الدوله حفظه الله في جعل الانسان محورا واولويه للتنميه في دوله الامارات العربيه المتحده اما الان مشاهدينا نلقي نظره سريعه على درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعه بدوله الامارات اليوم غدا باذن الله تعالى うん。<music> إذا مشاهدينا نشكركم على كرم وطيب المتابعة ونتمنى لكم إجازة عيد أضحى مبارك بإذن الله تعالى وكل عام وأنتم بألف خير حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء ترفع الاكف بالدعاء في هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الارض ومغاربها. يوم تتوجه فيه القلوب بالتضرع والدعاء طمعا في العتق من النار من الله سبحانه وتعالى. يوم عرفه احد الايام العشره المفضله في اعمالها على غيرها من ايام السنه. هو يوم اكمل الله فيه المله واتم فيه النعمه، هو يوم مبهات الله سبحانه وتعالى باهل عرفه اهل السماء كل عام وأنتم بخير عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة اليوم نتحدث عن هذا اليوم الفضيل وفضائله ويسرنا أن يكون معنا الدكتور فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء عضو هيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حياك الله فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام وكل عام وانتم بخير وانتم بخير وصحة وسهلا إن شاء الله يا رب عندنا تقرير طبعا هذا اليوم العظيم وإن شاء الله ونبدأ الحديث بعده مباشرة إن شاء الله إذا مشاهدينا تقرير ونعود مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. لبيك اللهم لبيك، يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام، وذلك لمن طوى عليه من الخيرات والإكرام. فقد قال بعض اهل العلم انه الشفع الذي اقسم الله به يعتبر يوم عرفه من اهم اركان الحج في الاسلام حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحج عرفه وهذا اسلوب قصر وحصر وتخصيص للدلاله على اهميه هذا الركن وهو من الأيام الفاضلة تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران إن الحمد والنعمة لك يقف ضيوف الرحمن على جبل عرفات يرددون نشيد الايمان ويلبون دعوه الرحمن وفي هذا اليوم الاغر تتمثل الوحده الاسلاميه باسمى صورها وارفع معانيها حيث يجتمع المسلمون على اختلاف لغاتهم واوطانهم في رحاب عرفات فتبارك الله الذي الف بين قلوب هؤلاء العباد وجعلهم اخوه متحابين <applause> فضيلة الشيخ طبعا هذا اليوم له فضل كبير وأهمية كبيرة جدا وجدانية وروحانية وأيضا دلائل إيمانية تدل على الوحدة الإسلامية لو تحدثنا في بعض تفاصيلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحمد لله تبارك وتعالى على توفيقه لعباده الحجاج الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالوقوف على ارض عرفات على ارض الموقف على ذلك الصعيد الطاهر الذي عظم الله شانه واكرم عباده بالوصول اليه ليتجلى عليهم برحمته ومغفرته ورضوانه ولذلك يقولون انه سمي عرفه لان الله تعالى جعل التعارف فيه يعني الناس يتعرفون فيه الى خالقهم بالايمان الخالص والتوحيد الكامل وحسن الظن به سبحانه وتعالى بانه جواد كريم غفور رحيم فلديهم ثقه عظيمه بان الله تبارك وتعالى قد من عليهم المغفره والتوبه والرحمه وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وبذلك يتعرفون الناس الى ربهم بهذا الموقف العظيم فيزداد إيمانهم ويزداد إخلاصهم ويزدادون تعلقاً بربهم فلذلك ينابونه ينادونه بلسان واحد أجمعهم أعربيهم وعجميهم وأسودهم وأبيضهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو الإيمان هذا هو الإخلاص هذا هو تجديد التوحيد هذا هو التعرف إلى المولى سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل يتعرف عليهم أيضا بمغفرته ورحمته بل بأنه يباهي بهم ملائكته يقول الحق سبحانه وتعالى لعباده الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يردون رحمتي ويخشون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم إني قد غفرت لهم شهادة يعني ما كان الله عز وجل يحتاج ولكن زيادة في إكرامهم وزيادة في محبتهم وزيادة في تفضيلهم على كثير من خلقه هذا الذي هذا هو فضيلة هذا اليوم العظيم نعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الحج كله فقال الحج عرفه, نعم, عرفه نعم, نعم فضيلة الشيخ كثير من الناس ظنوا بأن هذه المغفرة وهذا العفو وهذا العتق من النار يقتصر فقط على أهل عرفة والواقفين بعرفة ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى ممتدة ولذلك شرع الصوم في هذا اليوم لكافة المسلمين وبالتالي فهي رحمة شاملة لو توضح لنا الصورة لمن ظن بأن عرفة هم أهل العتق من النار وليس كل المسلمين لا شك أن أهل عرفة هم أهل الاختصاص الذين دعوا ربهم دعاهم ربهم فأجابهم ويعني الله عز وجل ناداهم على لسان ابراهيم مؤذن في الناس بالحج فمن اجاب تلك الدعوه اجاب فلذلك كان له مزيد اختصاص لانه ادى تمام دينه واتم الله عليه النعمه باكمال الدين باداء الركن الخامس لكن كل من شاطرهم هذه المعاني كل من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام في هذه في هذا اليوم بالذات وتعرف إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والذكر والثناء على الله تبارك وتعالى وأخلص له الذكر وأخلص له الدعاء فإنه مشمول بالرحمة والمغفرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزة هذا اليوم بعمومه قال أحتسب على الله وصيام يوم عرفه قال احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه والباقيه لكونه يوما وليس لكونه في صعيد عرفه <applause> لكونه يوم ولان هذا اليوم ايضا هو من عشر هو التاسع من العشر ذي الحجه التي هي ايام فضلها فضل 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 الله عز وجل ايام فضلها فضل الله تبارك وتعالى وجعلها ايام ذكر وشكر وحمد لله تبارك وتعالى بل بالاضافه الى ذلك فان الناس حينما كانوا يعني شاطرون كانوا يشاطرون الحجاج مشاعرهم فكل إنسان هو في مرتبط مع هؤلاء الحجاج يعني هو معهم بأحاسيسهم ومعهم بقلبهم يتمنى أن يكون مثلهم فلذلك لا يحرمون من هذا الفضل لسبب تعلقهم وغبطتهم يعني محبتهم لإخوانهم ورضاهم عن المولى سبحانه وتعالى الذي من عليهم وهم لم يحرموا من ذلك الفضل فلذلك هذا اليوم هو يوم عام لكل من تعرض لنفعات الله تبارك وتعالى ولذلك السلف الصالح كان كانوا يعرفون في مساجدهم وفي بلدانهم وفي أمصارهم يعني يجلسون بعد عصر هذا اليوم يذكرون الله عز وجل يذكروا الله ويسبحوه ويهللوه الله. لأجل أن يتنا... ينالوا شيئا من رحمات الله تبارك وهي نائلة لهم إن شاء الله كل من تعرض لنفحات الله واستشعر أخوته لأولئك الحجاج تمنى أن يكون معهم فإنه لا يحرم من خيرهم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم نعم. حبسهم العذر، كانوا معكم، قال وهم في المدينه، قال وهم في المدينه، فكل من كان متعلقا بذلك، متطلعا لان يكون من اهله، فان الله يكرمه، وان الله يعطيه، وان الله يهب له من احسانه وجوده ما يليق بكرمه سبحانه وتعالى، المهم ان العبد يتعرف الى مولاه سبحانه وتعالى. نعم هناك من يسال ان فضل الصيام في يوم عرفه، وانت ذكرت عن النبي عليه الصلاه والسلام بانه قال يحتسبه بكفاره لسنه ماضيه وسنه قادمه، ولكن يقول ان إذا لم أصم ولكني كنت مع مع المصلين وكنت مع الحجاج أشاطرهم ما يشاطرون وأيضا في شوق كبير لحضور مكة ولكن لم يتثنى لي أن أصوم هذا اليوم ولكني قضيته بالذكر والتهليل معهم فهل ينقص مني شيء أو أيضا هل أبو بمغفرة وعفو من الله سبحانه وتعالى يعني الصيام فضيلة والذكر فضيلة أخرى والفضائل لا تتزاحم نعم. فإن فاتته فضيلة وأدرك فضيلة أخرى فهو مأجور بهذه الفضيلة التي نالها لا سيما أن الذكر ليس ليس قليل الشأن الذكر عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله يعني أكبر من كل شيء وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما هو أزكى لكم عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله ما هو؟ قال ذكر الله نعم نعم ذكر الله يعني ذكر الله أكبر من كل شيء نعم أعظم من كل شيء فمن اشتغل بذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام ولا سيما هذا اليوم بالخصوص ولذلك شرع التكبير من صبح هذا اليوم سبحان التهليل والتكبير يشرع لغير الحاج نعم أما الحاج فلا يشرع له التكبير إلا من, من حينما يرمي نعم جمرة العقبة نعم أما سائر الناس وإنهم يهللون ويكبرون من صبح يوم عرفة لماذا؟ يتعرضون لهذه النفحات فمن فاته الصيام فلا يفوته الذكر، ومن فاته الذكر فلا يفوته التعلق، ومعنى ذلك انه لا لا يهلك على الله الا هالك. الله عز وجل فتح ابوابا كثيره لمغفرته، ابوابا كثيره لعطائه، لجوده، لكن لمن يتعرض له، فتعرض لنفحات الله عز وجل، فمن صام وذكر الله تبارك وتعالى وشاطر الحجاج باحاسيسهم، وكان معه بنيتهم فهذا في على المنازل. بأعلى المنازل، فلذلك الله عز وجل جبر، جعل هذه الأيام هذا الذكر لسائر الأمصار ولسائر الناس جبرا لقلوبهم حتى لا تنشق قلوبهم حسره انهم لم ينالوا ذلك الاجر الذي مع الحجاج. اكيد فقال لهم الله عز وجل عندكم هذه موائد الرحمه مبسوطه امامكم ان فاتكم الحج فلا يفوتكم الذكر، وان فاتكم الذكر فلا يفوتكم الصيام، وان فاتكم الصيام فلا يفوتكم الصدقه، لان النبي عليه الصلاه والسلام وسع الدائره في ذلك، قال ما من اي آمن العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجه، هل خص عملا؟ لم يخص, لم يخص عمل الصالح يعني يشمل الذكر ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة ويشمل الأضاحي ويشمل سائر القربات ما دمت تريد بها وجه الله تبارك وتعالى حتى تلك الصدقة الصغيرة التي تتصدق بها لغيرك لمحتاج إليه فإن هذه الصدقة في هذا اليوم ليست كالصدقة بسائر الأيام لها أجر عظيم لأنها لشرف الزمان، نعم. لشرف هذا الزمان الذي تعيش به وهي عشر ذي الحجة التي اقسم الله عز وجل بها، وهذا اليوم بالخصوص الذي هو يوم الوتر والشفع والوتر، هو الوتر هو يوم عرفة والشفع يوم العيد، هذه فضائل عظيمة الله عز وجل بينها للناس بل بل بسطها نعم. لعباده حتى يتنافسوا فيها، فلذلك المسلمون اجمعون هم لا يحرمون من هذا الفضل ان شاء الله تبارك وتعالى ما داموا قد اخلصوا وقصدوا وجه ربهم ولا يحرم من ذلك الا من حرم نفسه نعم الا من ابتعد فعندئذ ماذا يقال له؟ نعم نعم فضيله الشيخ احسن الله اليك، هناك سؤال يمكن تكرر في هذه العشر ايام او ما قبلها ايضا على مساله بما انك ذكرت عمليه الاضحيه. كثير من الناس اخذوا بالقول بانه من عليه اضحيه او من نوى الاضحيه في العيد عليه ان يقف لا يقصن من شعره او لحيته او اظافره او شيء من هذا القبيل، نحن نعلم ان هذا يمكن منوط اكثر بالحجاج، ولكن هل هذا فعلا سنه مؤكده عن الرسول او هل هي مكروهه او ما هي حالتها لمن يريد المضحي؟ لانه بعض الناس للاسف هناك من يسال انه انا قصصت من شعري وعملي يوجب علي ان افعل ذلك مثلا وبالتالي هل اضحي او لا اضحي او هل اعفى او ما أو ما هو الحاصل وانا اقتدر على هذه الاضحيه فهذا الموضوع يمكن شكل بلبله في الفتره الاخيره ولذلك نريد توضيح من سياده من أحسن. هو شكل بلبله حقيقه نعم ومن الناس كثير من الناس امتنعوا عن الاضاحي بهذا بهذا السبب نعم والحقيقه ان هذه سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم والاضحيه سنه اكد منها نعم. الأضحية سنة مؤكدة وقيل بوجوبها عند بعض العلماء كالسادة الأحناف يرون أن الأضحية واجبة بينما الإمساك عن الشعر والظهر هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقص من شعره وظفره وفي رواية فليمسك عن شعره وظفره يعني أن يترك ذلك لماذا قالوا حتى تكون جميع أجزائه في محل العتق من النار بسبب هذه الأضحية التي تكون سببا لعتقه من النار الله عز وجل جعل أسباب كثيرة للعتق من النار وأجلها من تعرض لنفحات الله في هذا اليوم فإن الله عز وجل يغفر لجميع خلقه ممن تعرض لنفعات الله اهل الموقف ومن كان على شاكرتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني احتسب الله ان يكفر السنه الماضيه والباقيه فلذلك هذه السنه ينبغي الحفاظ عليها لكن لا تمنع من الاضحيه من لم يستطع من كان لا يقدر على فعلها فعليه أن لا يفوت الفضيلة الأكبر نعم فضيلة صحيح الأخرى الفضيلة الأكبر طبعاً ما المانع من ذلك يعني هذا هذه المسألة أيضا خلافية أصحاب رسول الله اختلفوا في ذلك هذه السيدة عائشة كانت تنكر هذا نعم وتقول كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثها إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم فلا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ولذلك رأى الإمام أبي حنيفة أنه لا مقام لهذه السنة أنه جائز ولا إشكال فيه بينما يرى مالك والشافعي أنها سنة والإمام أحمد له روايتان في الم في, في مذهبه المشهور أنه يجب والرواية الثانية توافق الجمهور ومع قوله هذا المشهور في وجوبه عملا بحديث أم سلمة فإنه يقول إن ذلك لا يمنع الأضحية لا الأضحية ستبقى أضحية وعليه أن يؤدي هذه الأضحية ولا يفرط فيها لأنها سنة الخليلين ولأنها شعار العيد لا ولأنها إيحاء للناس بالسعة فالله تعالى جعل هذه الأضحية لأن بالناس فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فأنت توسع على نفسك وعلى أقاربك وعلى الفقراء وأيضا تحيي هذه السنه الخليليه سنه ابراهيم عليه السلام وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم <applause> الذي كان يضحي ما ترك الاضحية قط صلوات الله والسلام عليه، كان يضحي عن نفسه ويضحي عن امته، فانت تترك هذه السنه المؤكده لكونك لا تستطيع ان تفعل سنه اخرى، لا يعني يعني اذا فاتك شيء فلا يفوتك لا يضيع عليك الاجر كامل طبعا <applause> يعني اذا امسك فله اجره وإلا <applause> لم يمسك فليس عليه فليس شيء فليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم, ما استطعتم والله نعم تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فلذلك لا ينبغي التفويت تفويت هذه السنه بسبب انه قصر انا الان قبل ان اتيكم بالطريق كثير من الناس او ثلاثه اتياني بحسب انه ما يقدر يضحي لانه نعم قد قصر شعره نعم, نعم, <applause> نعم اصبحت معضله للاسف اصبحت معضله وعائق نرجو الله. ان نكون اوصلناها للجمهور بشكل مبسط وايضا وهذه فضيله الشيخ ايضا من الاسئله الكثيره الكثير ناس تاخذ او تربط بين عملية الاضحية وعملية العقيقة وغيرها، ففي الاضحية هل لاهل للمضحي واهله مقدار معين من هذه الاضحية او تخرج كاملة للصدقات وللاهل والاقارب او يستطيع ان يشارك فيها كما ذكرت من قبل؟ لا هي الاضحية كما قلنا هي الاصل فيها التوسيع على البيت نعم ولكن ينبغي ان يتصدق ببعض منها لان الله تعالى يقول فكلوا منها واطعموا البائس الفقير نعم واطعموا القانع والمعتر نعم وهذا الاطعام قيل بوجوبه عند الشافيه الشافيه يرون انه لا بد ان يتصدق بشيء منها وعند غيرهم لا يجب إنما هو يندب لان الامر فيه الندب وقد كان ذلك واجبا في صدر الاسلام حينما كان بالناس حاجه فكان يجب عليهم ان ينفقوا منها ولو يعني ويتركون لأنفسهم شيئا وينفقون الكثير منها صحيح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن ينفقوا ينفقوا ويتصدقوا على الفقراء والمساكين ثم جاء بعد ذلك وقال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتكم فإنما فما شئتم فإنما نهيتكم من أجل الدافة يعني من أجل الاعراب الذين وفدوا وبهم حاجة وفقر وأنت تدخر وتكتنز اللحم وفيهم حاجة إليه فكان ذلك في صدر الإسلام واجب ثم نسخ هذا الوجوب فبقي الندم على عند الجمهور والوجوب عند الشافعية ولذلك ينبغي للإنسان أن يأكل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهذه أنه كان إذا خرج إلى صلاة عيد الأضحى لا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ثم يأكل من كبد أضحيته فهذه السنة أن يأكل منها ولذلك الله تعالى حثنا عليه قال فكلوا منها لذلك من الناس من يذهب أضحيته كلها للخارج وهذا له أجر عظيم أراد الخير لكن لا ينبغي أن يفوت السنة في بيته إحياء حياة السنة في بيته حتى يشهدها أهله وحتى يعلم الأبناء سبب هذه الوضعية أنها بر الأبناء للآباء وصبر الأبناء على الابتلاء فكان من جزاء ذلك أن الله فداه بذبح عظيم هذه السنة كيف نربيها في قلوب الأطفال حتى يعلموا معاني البر ومعاني الطاعة ومعاني الصبر أن الله عز وجل مع الصابرين وأنه يثيبهم على ذلك ولا يخيبهم بالإضافة إلى ذلك لابد ان يوسع طبعا على بيته نعم. قد يقول بانه ياكل لحما كل يوم وما شابه ذلك لكن هذا شيء اخر هذا خاص هذا خاص هذا خاص هذا, خاص. هذا عباده نعم طبعا <applause> فضيله الشيخ في سؤالان على عجاله ليس لدينا كثير عم. من الوقت آه، الايام الخاصه بالاضحيه حتى يستفيد ايضا المشاهدون آه، كثير من الناس من يتوافد في اليوم الاول ولكن هناك فتره لديهم ثلاثه ايام او يوماً حتى يستطيعوا ان يضحوا خلالها تعطينا الاوقات ان شاء الله ايام التشريق كلها أيام أضاحي، نعم. أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك نعم. وتعالى، فالأضحية تكون في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع أربع أيام التشريق نعم. يوم الأول الذي هو يوم العيد ثم ثلاثة بعدة. نعم. أيام بعده هذه اليوم الرابع إلى أي وقت؟ لا إلى لا لا انتهى العصر إلى انتهى خروج إلى, إلى غروب الشمس يوم النحر إلى غروب الشمس آخر, آخر يوم, يوم من أيام التشريق جميل. يعني لا مزية أقول لا مزية للذبح عن في اليوم الأول عنه في اليوم الرابع نعم. لو ذبح في اليوم الرابع له أجره كما كان, في اليوم, كان في اليوم الأول فلذلك لا ينبغي للناس أن يتزاحموا فمن لم يقدر أن يضحي في اليوم الأول أو كان اليوم الأول مشغول في الدوام وما شابه ذلك، وعنده اليوم الثاني، وعنده الثالث، ما كانت عنده نية أساساً نعم. نعم. في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني جاءت، عنده نية في اليوم الرابع نعم. أو في اليوم الثالث كذلك، هذا هو هذه هو نعم. الساعة هذه ينبغي للناس طبعا. أن يوسعوا على أنفسهم ولا ينبغي أن يضيقوها في اليوم نعم. الأول. سؤال أخير يوجه نفسه عفواً ألا وهو اذا ما اراد شخص ان يذبح وارتأى ان يذبحها مثلا في دوله عربيه ليس لديهم القدره على الاعاله حتى يوسع على الناس واوكل من يذبح عنه في دوله عربيه او في دوله اسلاميه اخرى هل يجوز له ذلك كاضحيه هذه هي اضحيه ها ما دم قصد ونوى أنه يذبح هذه الأضحية في ذلك البلد أو يرسلها لذلك البلد فهو أولئك الذين يذبحون إنهم لا لا هم وكلاء عنه هم وكلاء عنه فهو الذابح حقيقة وذلك وكيله فلذلك هذه أضحيته وله أجرها وله ثوابها وله كذلك فرح أجر عظيم بسبب ما أفرح به قلوبهم ووسع عليهم وهم في حالة ضنك وتعب وتعاسة كما تعلم نعم فلذلك نحن نندب الناس إلى أن يفعلوا ذلك ولكن أيضا لا يفوتوا الخير في بيوتهم, فيه بيوتهم. فضيله الشيخ نحن نشكرك يمكن اخذنا منك الكثير من الاسئله الله اليوم كنا خصنا هذا اليوم بيوم عرفه ولكن المشاهدون ارادوا ان يستفيدوا من هذه العلوم ويستطيعوا ان يكملوا دينهم طبعا بوجود مثل حضرتك وفضيلتك في طبعا قناه الظفر شكرا لتواجدكم معنا اليوم كل عام وانتم بخير, إن شاء بخير. الله إن علينا بخير ومشاهدين وان شاء الله عليكم جميع المشاهدين بخير وعافيه ونعاد عليكم سنين بعد سنين آه. وعلى شيوخنا بان الله يمدهم بالعوف بالعفو والعافيه والصحه الكامله وان يعيدهم الى امثاله سنين بعد سنين وعوام بعد عوام بمنه وكرمه. امين يا رب، شكرا لك فضيله الشيخ. الله مشاهدينا كل الشكر للدكتور <applause> فضيله الشيخ احمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير اداره الافتاء عضو هيئه كبار العلماء بدائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي، كان معنا في حوار المساء، بعد قليل نكمل مساء الامارات. تحيه لكم من جديد مشاهدينا واذكركم مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر امامكم بين الفتره والثانيه على الشاشه واللي تقدرون من خلالها انكم تتواصلون ويانا وتشوفون ما فاتكم من حلقات او برامج او مسلسلاتنا. هنا صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رعاه الله على صفحته الرسميه في تويتر شعب الامارات والامه العربيه والاسلاميه بمناسبه عيد الاضحى المبارك وقال سموه في تغريداته كل عام وشعب الامارات وجميع الشعوب العربيه والاسلاميه بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك عاده الله علينا باليمن والبركات وعن يوم عرفه وفضله قال سموه وقف المسلمون جميعا اليوم بعرفه وغدا يحتفلون جميعا بالعيد تتوحد القلوب والمشاعر في هذه الايام كل عام لتؤكد على وحدتنا الحقيقيه روحيا وتاريخيا هاشتاغ العيد يوحدنا انتشر على تويتر واللي تزامن اطلاقه مع عيد الاضحى المبارك وتفاعلوا وياه العديد من المشاركين وفي تغريده للمستخدم ابراهيم البلوشي قال ابراهيم انظر اليوم في عرفه جميعهم يعبدون الرب واحد والملك الحق هي رساله للجميع ان يمكننا ان نعيش معا بعيدا عن الخلافات. أما مركز صواب وعلى هاشتاغ العيد يوحدنا أيضا غرد وقال الحج فرصة لكل مسلم ليعيش لحظات نقاء النفس وصفائها وليجرب مشاعر السلام الداخلي والطمأنينة نبقى في تغريدات مركز صواب على هاشتاغ العيد يوحدنا حيث قال يؤكد يوم وقفة عرفة أن العفو والصفح والتعايش هي من, من أساسيات الحياة وأن جميعا متساوون أما فرسان الإمارات فقد نشروا مقطع لتكبيرات العيد من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وأيضاً على وسم العيد وحدنا تابعوا ياكم. قيم العافية لكن عندي ملاحظة شوية نقدية مشاهدين لبعض المستخدمين اللي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الوسوم أو الصفحات اللي تحمل رمزية معينة مثل هذا الفيديو في مناسبة دينية أو وطنية الملاحظة أن البعض يستغل هذه الصفحات للإعلانات اللي ما لها اي داعي مثل وحده تقول انا ابيع منتجات او واحد يقول نفس الشيء كالتجميل يعرضون عليه ايضا منتجات تخسيس وما شابه يا جماعه خلينا نرتقي شويه باستخدام طبعا هذه المواقع, مواقع التواصل نعطي لكل مناسبه حقها ما في داعي أن ندخل في مثل مناسبه عباده ودينيه وموسم نعم حاجة تقول على والله انا ابيع طماطم يعني ما يصير خلينا نروح معاكم وهذه اللقطه لصوره من الذاكره تجمع المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان خلال الطواف حول الكعبة المشرفة رحمة الله على الشيخ زايد وحفظ الله الشيخ محمد اللهم, اللهم آمين إن شاء الله رب مشاهدينا أيضا عدسات المصورين تلتقط صور عفوية لأصغر حاج هذا العام لم يتجاوز عمره ثمانية شهور شاء الله. حيث عبر والده عن مشاعر الفياضة وهو يؤدي مشاعر نسك الحج بكل يسر وسهولة ربي يحفظهم جميعا إن شاء الله يا رب وردهم غامين سالمين اللهم آمين عقبال محمد ولدك إن شاء الله آمين يا رب خلنا نروح معكم إلى معلومة وأخبار الصحف الصادرة اليوم نبدأ جولتنا الصحفية بصحيفة الاتحاد تستهدف الارتقاء بجوده العلاج ورفع الكفاءه الصحه، ابو ظبي تبدا بتطبيق اليه الجديده للحصول على خدمات العيادات الخارجيه. مطالع في الامارات اليوم موردون ارجعوا الزيادات السعريه الى ارتفاع الطلب وقله المعروض وملاحم ترفع اسعار اللحوم بنسبه تصل الى 26%. بلميان. وفي البيان نطالع تغيير كسوه الكعبه المشرفه وتلبيسها الحرير والذهب. وأخيرا نطالع في الخليج تجهيز أربعة مستشفيات ب سرير و 46 مركز لخدمتهم مليون حاج يصعدون إلى عرفات اليوم لأداء ركن الحج الأعظم ثلاثية غرناطة هي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة المصرية رضوى عاشور وهم على التوالي غرناطة مريامة الرحيل وتدور الأحداث في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع المماليك الإسلامية في الأندلس تروي رواية ثلاثية غرناطة الأحداث المروعة التي مر بها المسلمون في الفترة التي تلت تسليم مفاتيح غرناطة لملكي قشطالة وليوان قراءة لبعض صفحات الثلاثية كانت أم جعفر وهي تتوغل في مساحات الشيخوخة تزداد تعلقا بنعيم فتحصي الأيام ما بين زيارة وزيارة وتنتظر كانت قد عرفته منذ طفولته وتابعته وهو ينمو وتعهدته أحيانا بالتوجيه أو التوبيخ ولكن الألفة بينهما في السنوات الأخيرة كانت قد اتخذت مسارا جديدا هو يحكي وهي تنصت بتوقد واهتمام، يحمل لها حديثه دفئا والوانا تبدد شيئا من وحشه اشجار تتعرى وغيوم تتكاثف وبروده تسري في شتاء العمر في الاطراف. لم ينقطع الحديث بينهما منذ ذلك اليوم الذي اخبرها فيه نعيم ان الملكين فرديناند وايزابيلا كانا مصابين في ذريتهما. كيف؟ كان نعيم يعمل في خدمة قس قشتالي عالم يعاونه في تنظيف الدار وترتيب كتبه وتغليفها وتجليدها فيسمع من القس مباشرة أو ينصت لما يدور بينه وبين زواره فيعرف الأخبار وينقلها إلى أم جعفر سمعت من القس ميغل أن الملكين قبل وفاتهما قد فقدا أكبر أولادهما الأمير دون خوان ثم لحقته الأميرة إيزابيلا شقيقته الأصغر وكانت الأميرة إيزابيلا قد تزوجت من أمير برتغالي مات بعد زواجها بشهور قليلة إذا فالله قد عاقبهما فما قيمة أن يكسب الإنسان حروبا ويوسع مملكته إن فقد فلدة كبده أيقظه صوت سفينة مغادرة لم يكن ما رآه سوى حلم ماتت مريم منذ زمان والعصافير لا تسكن القبور، لابد اذا من الرحيل، كيف يبدا المرء حياته وهو في السادسه والخمسين؟ لا زوجه ولا اولاد يبددون وحشه الارض الغريبه، لا قبر جده ينمو فوق صندوقها بستان، لماذا يرحل اذا؟ قد يكون الموت في الرحيل وليس في البقاء، لابد ان يعرف معنى الحكايه وتفاصيلها. وأيضا ما فعله الأجداد يلح عليه السؤال حارقا فمن أين يأتي بالجواب؟ من الأرض الغريبة أم من هنا؟ لعله يكون مطمورا كالكتب المحفوظة في صندوق مريمة سيبقى قد يقبضون عليه ويحكمون بموته لمخالفة القرار سيرحل يحدق في ماء البحر تشرد عيناه ثم ينتبه على صفارة عالية تؤذن بالرحيل. قام علي أدار ظهره للبحر وأسرع الخطوات ثم هرول ثم ركض مبتعدا عن الشاطئ والصخب والزحام. التفت وراءه فأيقن أن أحدا لم يتبعه فعاد يمشي بثبات وهدوء يتوغل في الأرض ويتمتم لا وحشة في قبر مريم. اللي في <applause> الغلاف ان اللي عليه تشبهني بسم الله علينا شكلها يخوف صح؟ فيلم رعب مشاهدينا الاضحيه هي احدى شعائر الاسلام، اللي يتقرب بها المسلمين الى الله سبحانه وتعالى بتقديم ذبح من الانعام، وذلك من اول ايام عيد الاضحى حتى اخر ايام التشريق، وهي من الشعائر المشروعه والمجمع عليها طبعا وهي سنه مؤكده، للاضحيه عدد من الشروط الشرعيه والصحيه بنتعرف عليها اكثر في هذا التقرير. الاضحية شعيرة من شعائر الاسلام وهي سنة مؤكدة والاصل في مشروعيتها قوله تعالى فصل لربك وانحر ويجوز للمضحي ان يذبح عن نفسه واهل بيته شاة واحدة شريطة ان يكونوا من قرابته ويسكنون معه في بيت واحد ويتولى نفقتهم الاضحية تكون من الانعام فقط وهي الابل والبقر والغنم ولها شروط من حيث السن ومن حيث الصفات اما من حيث سن الاضحية فيجوز في الاضحية من الضأن ما اتم سنة ومن الماعز ما اتم سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كشهر ومن البقر ما اتم ثلاث سنوات ودخل في الرابعة ومن الابل ما اتم خمس سنين ودخل في السادسة. أما من حيث صفة الاضحية فلا تجوز التضحية بالعوراء او العرجاء او المريضة التي لا يرجى براؤها. أو العجفاء المهزولة، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، والذكر من كل جنس أفضل من أنثاه. أما وقت ذبح الأضحية فيكون بعد صلاة العيد، وقيام الإمام بذبح أضحيته، فمن ذبح قبل الصلاة لا تجوز الأضحية، ولزمه بدلها، ويستمر وقتها حتى عصر اليوم الثاني من أيام التشريق، ولا تذبح إلا في النهار، ويستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه إن استطاع. ويجوز لها أن يوكل غيره كما ويستحب الجمع في الأضحية بين الأكل والتصدق والإهداء بدون حد معين ولا يجوز بيع لحم الأضحية ولا بيع جلدها ولا احتساب شيء منها أجرة للجزار يعني من أشوف الاضاحي كذي وتذكر الصبح يوم الذباح والبيت كذي خاطر اسوي صالون لحم على طول صالون لحم كذي امي باكر انا هي. لازم تفضحنا لا على هو يعني عشان ناكد على المعلومه خلاص خلاص الحين الزاميه لازم اسويها فالكم طيب حاضر خلينا نطلع معاكم فاصل ونتكلم في موضوع الفتى وردكم مره ثانيه <applause> مشاهدينا في هذه الايام الفضيله نتحدث اليوم ايضا عن التسامح هذا الخلق العظيم والمنهج القراني القويم فهو العفو عند الزلل والصفحة عن الخلل وتعتبر الطيبة من أجمل الصفات اللي يتحلى بها الإنسان فالشخص الطيب والمتسامح يعيش حياة صادقة مع نفسه ومع الآخرين ولكن اختلفت مفاهيم الطيبة والتسامح لدى الناس في هذا الزمن أصبحوا ينظرون للطيب بأنه إنسان ضعيف الشخصية واتهموه أيضا بالسذاجة والغباء لماذا تغير مفهوم الطيب والتسامح من مكارم الأخلاق إلى سذاجة كيف ومتى حدث هذا الخلل في التعريف؟ يسرنا اليوم ان يكون معنا الاستاذ حمد عبد الله الكعبي مدرب ايضا واعلامي دولي في التنميه البشريه يشاركنا في هذا الحديث اليوم حياك الله استاذ الكعبي. الله يحييك. الله يا مرحبا مساك الله بالنور وشكرا لوجودك معنا في هذه الفقره. مساء النور والسرور اتشرف اولا بالتواجد على قناه الظفره شكرا لكم على هذا اللقاء. أه اللقاء يصادف اليوم عشيه يوم عرفه إنه. يوم صحيح. جميل. من ايام من اجمل ايام من العام وقبل قليل كان الله سبحانه وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا اليوم الوحيد اللي يتنزل الى السماء الدنيا واكثر يوم يوم تسامح و عطف من النيران فمصادفه جميله نتكلم عن هذا الموضوع يعني الحين انت بناخذ منك الحين المعايده قبل العيد، نحن باكر العيد عندك الشاشه طال عمرك وعايد جمهورك بكيفك ومشاهدينك. نعم وانتم بخير وتسامحوا الله يحفظك. اذا <applause> سؤال يمكن يطرح نفسه في بدايه المقدمه يمكن زميلي عبد الله قال ان الطيبه صار مفهومه سذاجه. سبب تغيير المفهوم هذا شو هو؟ البشر يعني طوفان الحضاره اللي اللي جرى في الناس فصارت المفاهيم، صارت يعني التطور تدهور وصارت الطيبة إلى أنها ضعف الشخصية والسذاجة لكن نحن إذا إذا حبينا نعرف أساس الأمور وأصدقها ومنبعها نرجع إلى الأساسيات <applause> الله سبحانه وتعالى بعث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في قمة الطيبة في قمة الأخلاق وكان أكثر يمكن أكثر من على هذه البسيطة متسامح لكن لما كانوا يوصفونه الصادق الامين ولما طلع لهم بالتسامح وبمكارم الاخلاق وصفوه بالساحر والمجنون والكاهن فهذه طبيعه البشر, البشر يعني اختلاف ثقافه البشر نفسه او تغير صلى الله عليه وسلم لم يتغير صلى الله عليه وسلم لم يتغير, وسلم لم يتغير لكن البشر ما يتقبلون الطيبه لانهم لان المصالح تحكم الاخرين يعني هو هو يتعامل معك الا من له قلب سليم يتعامل معك بحدود المصلحه فاذا تغيرت المصلحه اذا شافك طيب قال هذا ساذج لكنها هي من من مكارم الاخلاق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق هذا هذا الاساس في الحياه في التعامل الله صلى آه. الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب الان اهميه قيمه التسامح في المناسبات الدينيه بشكل خاص والى اي مدى رسخ ديننا الاسلامي طبعا قيمه التسامح كاسلوب في حياتنا اذا نظرنا لحقيقه الامور الرسول صلى الله عليه وسلم اتانا باسلوب حياه نعم. بغض النظر عن الاوامر الدينيه اسلوب حياه كيف نتعامل مع انفسنا ومع من حولنا ومع الاخرين نعم. فعزز فينا القيم التسامح قيمه من من قيم الاخلاق ومن مكارم الاخلاق كما ذكرت قبل قليل انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق جميل لما فتح مكه الرسول صلى الله عليه وسلم السلطه تغيرت صارت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فزعماء قريش كانوا ينتظرون الحكم نعم ينتظرون الرسول يخرج عليهم وينتظرون الحكم ينتظرون حكم بطش بطش حكم جبروت على اللي سووه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه طبعا هذا وفي في نفسه وفي جسمه الشريف وفي اهله وفي كل شيء لكن لما خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم قالوا أه اخ كريم اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء تسامح سامحهم وعفى عنهم فنحن اذا اذا اخذنا من هذه الشخصيه العظيمه صفاتنا سنعيش حياه جميله سنعيش حياه ملؤها السعاده ونحن يعني سواء في مناسبات دينيه او في في كل ايامنا محتاجين للتسامح لصفاء القلب جميل هذا الناس للناس اللي اللي فعلا تفهم شو معنات التسامح في ناس الحين تقول يعني عفوا لهذا المفهوم تقول لك مو عايشين على زمن الرسول الناس تغيرت ما عاد موجوده هذه الاخلاق اللي كانت كانت موجوده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام وهذه الثقافه الا من تعلمها الا من ذكرها الا من درسها الا من يرجع للدين الاسلامي في ناس يمكن خلينا نقول اندمجت في هذه التكنولوجيا وغيرت فكرتها او خلينا نقول سهت عن المبادئ اللي كانت موجوده، صار عنده روح عدائيه عن التسامح، هذه كيف نبدل نفسيته؟ كيف نغير المصطلح هذا اللي في هم هذول اللي يقولون تطري اللي يقولون بالضبط زمن من الصحابه ونحن وين نروح؟ هاي اللي دائما يقولونها بالضبط الكلمه المتداوله نسمعها يعني دائما. اه نحن ما, تكلم دائما ما نتكلم والتعاليم اللي جتنا اسلوب الحياه اللي جانا ما يانا يعني لزمان معين ومكان نعم. معين، يانا يعني ب... لي... لي... لكل زمان ومكان لكل مكان. زمان ومكان، نعم. خل اسلوب ايام الصحابه م. اليوم اذا كنا نبحث عن قدوات اليوم ما بالتسامح من الاخلاق وال اليوم طبعًا. نحن نعيش في وطن وطن السعاده، صح. وطن التسامح، وطن وطن الرقي نعم. التسامح رقي طبعًا. فاذا اذا نظرنا اذا حبينا نفسر وناخذ التسامح على انه أسلوب حياة نأخذه على أنه رقي وقدوتنا في هالزمن شوف شيوخنا الله يحفظهم الله طيب يعني. قمم في التسامح وفي الأخلاق وفي الرقي معناته يعني الأساس موجود هذه هذه الحرم الأساس موجود الأساس موجود في كل في كل زمان ومكان نعم طبعا. لكن نحن من نحن من نطرق الأبواب إذا أردنا أن نكون متسامحين سنكون متسامحين وقدوتنا موجودين إلى الآن خل زمن الصحابة قدوتنا خليفه بن زايد الله يحفظه الله يحفظه, يحفظه الله. ويعطيه الصحه والعافيه، محمد بن راشد، محمد بن زايد، كل شيوخنا الله يحفظهم، نحن نعيش في في وسط قدوات في التسامح والرقي والاخلاق، فلا نبحث عنها في اي مجال، هي ننضم هي لاحد هي هذه المدارس تدن هي تدندن حولنا نعم. وموجوده حولنا انا نعم. عيبني ردك نن، ننتسب او ننضم لاحد هذه المدارس نعم أكيد. مدارس عظيمه أكيد. في التسامح نعم. وفي الاخلاق أكيد. ونصدر نحن نصدر الاخلاق الان والتسامح نصدره الى الامم صرنا مثال صحيح. مثال يعني صار عندنا سا... و... وزارة, وزاره وزارة التسامح <applause> وزاره الشباب وزاره لكل هذه الامور الحمد لله هذا يعني ردا على سؤال ممكن يسال نفسه يقول لك نحن مش في زمن الصحابه لان نحن في زمن الحمد لله نقدر نتعلم منه من شيوخنا ومن قيادتنا الرشيده وصلنا نحن لزمن يمكن الناس قامت تتعلم منه قامت الله. تينا نعم. من خارج الدول عسب تتعلم القيم اللي موجوده عندنا هذا أكي. صحيح طيب اذا ما دخلناها شوي بعمق التصالح مع الذات هل باعتقادك هو أول الطريق لأن الشخص يمشي على درب أو مسير أو نهج الرسول عليه الصلاة والسلام على والتسامح سادسة. هل هو البداية أن أتصالح مع نفسي أسامح نفسي أو أحاول أحاسب نفسي بطريقة تحولني إلى إنسان إيجابي قبل التصالح مع الذات يعني أنا شو معنى التسامح التسامح اللي هو العفو عند المقدرة نعم العيش بسلام نعم اسال نفسي علشان اصالح اتصالح مع ذاتي، اسال نفسي هل انا احتاج اني اعيش بسلام؟ اعيش بسعاده؟ اعيش مرتاح؟ اذا الجو اذا الجواب نعم، معناته لازم اتصالح مع نفسي. عكس التسامح والمصالحه مع الذات عكسها شو؟ البغض لا. العداوه انا يعني ارفع سيف العداء وسيف السلبيه واعادي الناس ولا اسامحهم وابغضهم وبالتالي منو الخسران اذا اتجهت نحو عكس التسامح الخسران انا انا طبعاً اللي بتعب طبعاً آه يعني بتشوفني تقدمت في السن عشرين سنه قدام لاني ما تصالحت مع ذاتي معناته نعم معناته اذا صالحت مع ذاتي انا المستفيد الاول انا بعيش بسلام بستمتع بشوف الجو بدل ما اشوفه رمادي اسود خلينا نقول هاي الاثار السلبيه الاثار السلبيه اللي تكون لعدم الانسان المتسامح على نفسه قبل الناس على نفسه نعم أي لانه فاقد الشيء لا يعطي. اذا نعم كان هو ما متصالح مع نفسه وما متسامح ما يقدر يسامح الاخرين تلقى اي كلمه تقال له ياخذها على محمل أه الـ الـ يعني المحمل السيء صحيح وتلقاه يخزن سلبيات و وتشوفه منتفخ مخزن <applause> منتفخ مخزن وارم من الزعل نعم المسكين ونفسيته هني لكن, مرة لكن المتسامح المتصالح مع ذاته تلقاه طيب جميل مم. جميل هين لين مثل النحله الله يعني, يعني يصنع طيب ويحط على طيب الله مثل يعني عود تحرقني يطلع مني ريحه طيبه شفتوا كيف؟ بسم الله عليك زين اكيد طبعا يمكن الاثار الايجابيه تحدثت عنها كثير بان التسامح هو امر ايجابي اذا ما تصالح الانسان مع نفسه واصبح هو متسامح مع نفسه يستطيع ان يصدر ذلك للاخرين نريدها في 30 ثانيه ماذا نقول للمشاهدين حتى يستطيعوا الوصول الى هذه الرؤيه من التسامح لكي تحيا سعيدا ابعد عن البغضاء ابعد عن اخذ الامور على على محمل الجد دائما دور لخويك سبعين عذر كما يقال التمس الاعذار للاخرين عش بسلام وخذ من شيوخنا القدوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النهج القويم خذ من اسلوبنا من شيوخنا اسلوب جميل للحياه علشان انت تعيش سعيد بالتسامح بتكون عظيم لان التسامح صفه عظيمه لا يستطيعها الا العظماء الا الاقوياء الضعيف لا يقدر يسامح اللي فيه في قلبه ذرة غل وحقد لا يقدر يسامح وبالتالي هو الخسران لا. علشان تعيش سعيد كن متسامح و... كن طيب وكن جميلا ترى الوجوده جميله ان شاء الله يا رب يعني كلام جدا جميل انا اقول كونوا اقوياء عشان تقدرون تسامحون وكونوا ايجابيين واختاروا المحيط اللي حولكم وتعلموا من قيادتنا الرشيده شكرا لك ما قصرت على وجودك معنا مشكورين مشكورين خير يا أخوي حمد. وأنت بخير يا اخي وانتم بخير والسلام الله اذا نشكر حمد عبد الله الكعبي مدرب التنمية البشريه ونروح معكم الى حلول عيد العيد الاضحى المبارك حيث تشهد دوله الامارات حراكا غير مسبوق استعدادا لهذه المناسبه المباركه خصوصا وان الامارات باتت واحده من الوجهات العالميه لقضاء اجازه العيد المزيد في التقرير هذا أصبحت الإمارات بلا منازع الوجهة الأولى للسياح، حيث تمتلئ عن بكرة أبيها في الأعياد وتتحول إلى ساحة كرنفال تقدم عروضاً واحتفاليات هنا وهناك، وتتحول مراكز تسوق إلى مهرجانات فنية طوال أيام المناسبة بل إن غالبية المراكز انتهجت نهجاً جديداً من خلال فتح متاجرها 24 ساعة لتكون حدثاً مختلفاً في العالم تستعد دوله الامارات العربيه المتحده كغيرها من الدول العربيه والاسلاميه لاستقبال عيد الاضحى المبارك سواء على صعيد الجهات الرسميه التي اتخذت كافه الاجراءات والاحتياطات لاستقبال العيد او على صعيد افراد المجتمع اذ انهت مراكز الشرطه في الدوله استعداداتها الامنيه والمروريه لاستقبال العيد عبر تكثيف الدوريات على كافه الطرق كما وأعلنت بلديات الإمارات كافة عن جهوزية كل المقاصب لاستقبال الأضاحي وفق أعلى المعايير الصحية المراكز التجارية والأسواق تستعد هي الأخرى لأيام العيد عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة لتتيح للزوار قضاء أجمل الأوقات إلى جانب التمتع بتجربة تسوق لا مثيل لها أسواق الإمارات تملأها حيوية البائعين الذين أغلقت متاجرهم ومحلاتهم بالبضائع والإعلانات وملصقات تداخلت مضامينها بين تهنئة المتسوقين بحلول العيد وملصقات وعبارات إعلانية أخرى تعلن عن خصومات وحسومات وتنزيلات وعروض خاصة. دور السينما الاماراتيه بدورها تستعد لاستقبال زوارها عبر مجموعه من اهم واقوى الانتاجات السينمائيه العربيه والاجنبيه حيث باتت الامارات وجهه لنجوم العالم لافتتاح افلامهم خلال عيد الاضحى المبارك تقرير جميل انا صراحه وايد حبيته نعم. يعني احنا اكيد طبعا استعدادا نعم. لكل شيء ونحن مستعدين باكر نعم. للعيد ايضا ان شاء الله يا رب اكيد طبعا بنتواجد وياكم باكر ورا باكر ايضا ليل يوم الاحد باذن الله نحن معاهم طال عمرك بنعيد معاهم من خلال شاشتنا نقضي عيدنا وياكم ان شاء الله من قناه الظفر وعبر برنامجنا مساء الامارات بيكون فرحه العيد ان شاء الله اكيد اكيد مشاهدينا نحن نقول لكم كل عام وانتم بخير شعب دوله الامارات بخير قيادتنا الله يحفظهم جميعا ان شاء الله يا رب أمين. خير والعالم الاسلامي والعربي كله بامن وسلام يا رب ان شاء الله ويعود السلام دوم علينا في كل عام وفي كل يوم اللهم نقول لكم فهنا على خير وان شاء الله اللقاء يتجدد باكر من لكم اجمل تحيه زميل عبد الله ما قصر كل عام وانتم بخير وباكر لقانا يتجدد معكم في فرحه العيد